السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الناحرين، معكم وسام أحلاسة وحلقة جديدة. أولا أعذروني على الانقطاع الذي حصل في الفترة السابقة لظروف خاصة، ولكن سوف نعود بإذن الله من جديد لتكملة سلسلة من الفيديوهات المتعلقة بتربية النحل للمبتدئين. اليوم نقوم به هو معالجة الإطارات أو الإطارات الممطوطة لتفادي المشكلة التي يواجهها معظم النحالين، وهي مشكلة دودة الشمع التي ترونها أمامكم. فمثل هذا الإطار تعرض إلى الهجوم من دودة الشمع، فتأتي الفراشة العتة وتقوم بوضع بيضها على الإطار، وعندما تخرج اليرقات تقوم بأكل الإطارات التي نقوم بتخزينها لاستخدامها في الموسم القادم. فهذا الإطار لا يمكن استخدامه من جديد لأنه أصبح للأسف منتهي، فنريد إطارات أن تكون مثل هذه الحالة نظيفة ويمكن استخدامها في الأعوام القادمة بإذن الله. ولتفادي هذه المشكلة والقضاء على دودة الشمع، أقومها باستخدام هذا العلاج، وهو علاج فرنسي عبارة عن كبريت ويسمى بالمش الفرنسية مش سفخي. ونقوم بوضع نظام أشرطة يقوم بأخذ شريط وإشعاله بالنار، ونقوم بوضعه أسفل الصناديق، وعندما يقوم بعملية التدخين فإنه يقوم بالمرور الإطارات ويقضي على البيض ويقضي على الدودة إذا تواجدت داخل الإطارات، ويمنع الفراشة من الدخول أو القدوم مرة أخرى لوضع البيض في هذه الإطارات. فسوف أريكم الآن كيفية إشعال هذا النوع من العلاج. هنا إشعال الكبريت، تستخدم شريط واحد لكل 6 عسيلات أو 7 عسيلات. فأقوم بوضع، طبعا نحتاج الى اي مثلا قطعة من الحديد نقوم بوضع فيها الشمع، اقصد بهذا العلاج الكبريت، ولكي نتفادى اي مشاكل ممكن تحدث حريق او تقوم النار بالاشتعال في الصندوق. فنقوم بوضع الشريط داخل قطعة من الحديد و نتركها تتبخر حتى تنتهي، ونقوم بإعادة العلاج مرتين خلال 10 أيام. فمثلا نقوم أقوم بمعالجة اليوم، وبعد 3 أو 4 أيام أعيد الكرة من جديد، 3 مرات تكفي بإذن الله. ومن بعد نقوم بتخزينها في المكان المخصص لتخزين الصناديق، وبإذن الله سوف أريكم الآن كيفية إشعال هذا النوع من أنواع الكبريت ووضعه داخل القطعة، هذه القطعة من الحديد، وأقوم بوضع العسيلات فوق بعضها البعض، وأقوم بإغلاق العسيلات من الفوق حتى الدخان يعني ينتقل في جميع الإطارات داخل العسيلات. طبعا نصيحة أن هذا النوع من الكبريت قوي جدا، فريحتها قوية جدا. ينصح أن نقوم باستخدام كمامة و يعني تفادي الاستنشاق مباشرة، فالكمامة تساعدنا من تفادي الرائحة القوية لهذا النوع من الكبريت. لا يوجد إن شاء الله لا يوجد به أي أضرار بالنسبة للنحل أو بالنسبة للعسل عند استخدامه في المواسم القادمة إن شاء الله. فنتوقع الله لأن النحل بدأ في القدوم وزيارة العاسلات، فبسم الله بسم الله كما ترون نقوم بفتح. ينصح طبعا استخدام ايضا القفاز للامساك في هذه المادة. هذا هو الشريط الذي ترونه امامكم، نقوم باشعاله. تمام،
هكذا كما تلاحظون أصبح مشتعل ورائحته قوية جدا. فنقوم بوضعه هكذا. ويستحسن في القاعدة السفلى أن تكون صندوق فارغ من الأسفل لكي نقوم بوضع الكبريت بداخله، ونقوم بوضعه في الأسفل. طبعا هذه الصندوق على صندوق كبير ويوجد فراغ من الأسفل، والعسلات والإطارات الخاصة بالعسلات هي عبارة عن إطارات قصيرة، فنتركها ونقوم بوضع الإطارات. يجب أن نكون سريعين في التعامل، ونقوم بوضع الإطارات. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، سوف أقوم بوضع ستة صناديق. سوف يصعد الدكان ونقوم بإغلاق حتى يكون الدخان يعمل بشكل جيد داخل ونفس الطريقة في الجهة الأخرى. نقوم أين هنا هذا الوعاء، وبدأ في الاشتعال. نقوم بوضعه في الأسفل. نقوم بوضع الصناديق. نتمنى العملية هكذا بنجاح. سوف استمر في وضع الصناديق الأخرى، فإن شاء الله يكون الفيديو نال إعجابكم. نترك طبعا العلاج حتى ينتهي من الاشتعال، ويعني نقوم بعملية التدخين على كافة الإطارات، ومن بعد نتركها لمدة يعني يوم في الخارج حتى تخف رائحة الكبريت، ومن بعد نقوم بتخزينها في المكان المطلوب أو المكان الذي مخصص لتخزين الإطارات أو الصناديق. يستحسن أيضا أن نقوم بتغليف الجزء العلوي بأي شيء لمنع فقط زيادة الحماية أكثر، لمنع دخول الفراشة. فنقوم بإغلاق وإحكام الإغلاق، يستخدم مثلا النايلون في عملية الإغلاق لمنع دخول الفراشة. وبهذا إن شاء الله نكون أتممنا عملية معالجة الإطارات أو الإطارات الممطوطة من حشرة التعدى أو من الشمع. فتقبل تحياتي لعند ميس موسى في أسفل.